ما شاء الله تبارك الله. الظاهر الآن غرب محافظة حيفا. مطار غرب محافظة حيفا اليوم السبت 27 من شهر محرم. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا الله. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. ما شاء الله تبارك الله. أحد الشعاب على أثر الأمطار التي هطلت على محافظة العيدابي اليوم السبت 27 من شهر محرم